اخيرا تلنا على الدعم كيفاش غادي يكون للطبقه الهشاميه المواطنين واللي وقف المدخول ديالهم بسبب هذه الجائحه. اول طريقه عبر بطاقه الرميد ابتداء من اليوم الاثنين المقبل. المسؤول على الاسره غادي يرسل رساله اس ام اس في الهاتف للرقم 1212 فيها النمره ديال بطاقه الرميد ديالو، وغادي توصل بمبلغ تختلف حسب عدد الاشخاص في الاسره. 800 درهم للأسرة المتكونة من شخصين، 1000 درهم للأسرة المتكونة من 3 أشخاص، و 1200 درهم للأسرة المتكونة من 4 أشخاص. الناس اللي غادي يستافدوا من هذا الدعم هما الناس اللي عندهم بطاقة الرميد قبل من 31 جنبير 2019، يعني أي تزور في التصريح بعدد الأفراد الأسرة يعاقب عليه بالقانون. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش بطاقة الرميد غادي تصاوب لهم موقع إلكتروني باش يصرحوا بوضعياتهم الاجتماعية، وحتى هما غادي يستافدوا من نفس الدعم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.